البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، بركته علينا أمين. لأن الذين تشمسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع. هذا أكتبه إليك راجيا أم آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومنا به في العالم، رفع في المجد. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. كونوا مستعدين في كل حين لمجاوبة كل من يسألكم كلمة عن سبب الرجاء الذي فيكم، لكن بوداعة وتقوى، ولكم ضمير صالح، لكي يخزى الذين يتكلمون عليكم بالشرور والذين يعيبون سيرتكم الصالحة في المسيح. فإنه خير لكم أن تتألموا وأنتم صانعون خيرا إن شاءت إرادة الله، من أن تتألموا وأنتم صانعون شرا، لأن المسيح أيضا قد مات مرة واحدة من أجل الخطية عنا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. وبهذا أيضا ذهب فبشر الأرواح التي في السجن التي عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر في أيام نوح الذي صنع فلكا وفيه خلص قليلون من الماء، أي ثماني أنفس. فهكذا أنتم أيضا الآن يخلصكم بمثال المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو جالس عن يمين الله، إذ قد صعد إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات خاضعة له. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. الكلام الأول أنشأته يا سأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله. وفيما هو يأكل معهم أوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم فلما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين: يا رب، هل في هذا الزمن ترد الملك إلى إسرائيل؟
فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء عنكم هكذا يأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرسلوماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع نساء ومريم أم يسوع وإخوته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، ويدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب القوات. هذا هو ملك المجد. مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا
فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم هاهنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذا وأكلا قدامهم وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. آمين. والمجد لله دائما.